انا خلاص يا جماعة هدخل مصحة نفسية وعقلية بسبب ولادي في رمضان. تعالى ده في بلاوي. زين وكندا لو مش اخوات مش هيعملوا في بعض كده، مستحيل. من اول رمضان وكل واحد بقى يحب مسلسلات معينة وبرامج معينة عشان يتفرجوا عليها، وفي الاغلب مواعيد المسلسلات والبرامج بتبقى في نفس الوقت. يعني مثلا هقول لكم، وقت الفطار زين بيحب يتفرج على رامز، وكندا بتحب تتفرج على الكبير. ومن قبل الفطار يا جماعة وهم في خناق، زين رامز وكندا الكبير، رامز الكبير، رامز الكبير، رامز الكبير، وانا في النص عمال اسكت فيهم، رامز الكبير، رامز الكبير، رامز الكبير. يا ولاد كفاية ابوس ايديكم، اقسم بالله المسلسلات والبرامج بيتعادوا، اتفرجوا على الاعادة يا اولاد، ايه المشكلة يعني؟ هما الاتنين. لا 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 يا رب صبرني. زين انا بحب اتفرج على رامي ساعة الفطار ماليش فيه. كندا وانا بحب اتفرج على الكبير ساعة الفطار ماليش فيه. وانا اقول لهم ها خلصتوا خناق؟ اقول لكم على حاجة بقى، انا هقفل التلفزيون اصلا خالص ساعة الفطار، ايه رأيكم؟ وهنا بقى نبدأ مسلسل العياط. زين انا عايز اتفرج على رامز. وكندا وانا عايز اتفرج على الكبير. يا رب صبرني يا رب، وانا صايم واعصابي بتفلت قبل الفطار. قلت لهم خلاص هقول لكم على حل حلو يرضيكم انتوا الاتنين، مين اللي بيبدأ الاول، رامز ولا الكبير؟ هما الاتنين في بق واحد، زين قال رامز وكندا قالت الكبير. يا اولاد مش بهزر، مين اللي بيبدأ الاول، رامز ولا الكبير؟ المهم قالوا لي رامز هو اللي بيبدأ الأول. قلت لهم حيل، هنتفرج على رامز ولما يجي إعلان نقلب على الكبير وهكذا، ولما يجي إعلانات في الكبير نقلب على رامز، إيه رأيكم؟ المهم فين وفين لما وافقوا بقولوا لي ماشي يا بابي خلاص مش مشكلة. يا فرج الله أخيرا. المهم يا جماعة حطينا الفطار والمغرب أذن وبنفطر، وجبنا مين؟ جبنا رامز. ما عداش 40 ثانية، أقسم بالله ما كملوش 40 ثانية وجي إعلانات. كندا تسكت؟ ما تسكتش. بابي هات الكبير بقى، مش قلت أما تيجي إعلانات نجيب الكبير؟ زين يسكت؟ ما يسكتش. قال لها لا احنا لسه ما شفناش حاجة، ده لسه المقدمة، لما نتفرج الاول على حتة. يا ولاد ابوس ايديكم، يا كندا اسكتي يا زين اسكت. ما بيسكتوش. المهم قلت لها يا كندا هو فعلا احنا ما لحقناش نتفرج على حاجة في رامز، ده ما عداش 30 40 ثانية، ده هو دخل بس المقدمة، ازيكم حبايبي عاملين ايه، رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين ومش عارف ايه، وجابوا اعلانات ما لحقناش والله ما لحقنا نتفرج على حاجة. المهم كندا اقتنعت وقالت لي ماشي يا بابي لما يجي اعلانات تاني نقلب على الكبير. قلت لها ماشي حبيبتي انا ما عنديش مشكلة. وقعدنا يا جماعة تقريبا نص ساعة او ساعة الا ربع تقريبا بنتفرج على اعلانات في رامز. المهم جه رامز تاني، ما عداش تاني 30 ثانيه ما لحقناش نتفرج، ما عرفناش مين الضيف اللي هو هيجيبه يعمل فيه المقلب، وجت اعلانات. كندا تسكت؟ ما تسكتش. بابي خلاص نتفرج على الكبير. خلاص يا حبيبتي خلاص يا زين خلاص، احنا انا سمعت كلامك اهو، والبنت سكتت. خلاص يا حبيبي هنجيب الكبير. قلبت على الكبير لقيت اعلانات. يا جماعه هو انتوا متفقين عليا؟ الاعلانات في وقت واحد، ما تقسموا يا جماعه، هنا اعلانات وهنا يتعرض وهنا اعلانات وهنا يتعرض، اتفقوا مع بعض القنوات يتفقوا مع بعض علشان انا ما يجيليش غلطه. كندا تسكت؟ ما تسكتش. عياط قد كده. ما لحقتش اتفرج على الكبير يا بابا. يا حبيبتي لسه ده اعلانات والله اعلانات. وزين طبعا قاعد يعني مش عارف يقول ايه، قاعد مش على بعضه وعايز يقول لي يا بابا طب خلاص اعلانات هات رامز تاني. المهم زين سكت وقعدنا نتفرج على اعلانات نص ساعه تقريبا في الكبير، ودخلنا في الكبير ما كملناش دقيقتين تقريبا ما حسيتش بيهم اصلا، وجت اعلانات. زين يسكت؟ ما يسكتش. بابا هات بقى رامز يا بابا، عايزين نتفرج على رامز. حاضر يا حبيبي. قلبنا على رامز، اعلانات. هو في ايه؟ هو انتوا بتعملوا فيا كده ليه؟ حرام عليكم بقى يا جماعه، العيال عايزين يتفرجوا على الحلقه والمسلسل مش عارفين يتفرجوا عليها، حرام عليكم والله. خلصت بلوه النهارده يا جماعه، واستنوني في بلوه جديده كل يوم. باي باي.